وزير الري الاثيوبي ارسل خطاب للسودان وارسل خطاب لمصر بصوره لرئيس الاتحاد الافريقي في انه الملء للعام الثاني حيكون 13.5 مليار متر مكعب. الحقيقه بتقول انه الملء كان 4 مليار متر مكعب فقط. نحن ما بنتوقع انه الفرق بين يوم 5 ليوم 20 15 يوم يكون نسبه الخطا فيه عاليه. يعني انت يوم 5 تقول والله نحن حنخزن 13.5، يجي الحقيقة تقول لا انت حتخزن 4 فقط. مش كده وبس، بقول انه المياه حتعبر الممر الاوسط في النصف الاول من اغسطس، يعني من يوم 1 لحد يوم 15/8. الحقيقة قالت انه المياه عبرت الممر الاوسط يوم 20/7. دي كلها بتأكد يا جماعة ضرورة التوصل لاتفاق لتبادل المعلومات بين سد النهضة وبين سد الروسيرس. ودي يا جماعة ما بتنقص مثقال ذرة من تشغيل سد النهضة، لكن ضرورة حتمية للتشغيل الآمن لسد الروسيرس. ولما نقول سد الروسيرس دي يا جماعة معناته كل السيستم زي ما شرحت ميسون، كل الريتش من الروسيرس إلى الخرطوم ومن الخرطوم إلى عطبرة. بمعنى شنو؟ في محطات مياه الشرب، في محطات مياه الشرب بتنزل المستويات إذا كان المنسوب أقل من 90 مليون، ميسون وضحت إنه المحطات هتخرج من الخدمة، لكن لأنه في مليار متر مكعب يا جماعة تخزن في الروسيرس، وفي تلت الساعة التخزينية كانت محفوظة في شنو؟ في جبل أولياء. لما الصالحة طلعت زي نص يوم لحقوا سريع سريع عملوا ريليز للموية من الروسيرس من جبل أولياء. أنا داير أقول إنه سد النهضة زي ما بنقول كل مرة عنده فوائد كثيرة جدا على السودان. قلناها من ديوان، قلناها الآن وحنقولها بكرة. شريطة تبادل المعلومات بين سد الروسيرس وسد النهضة. شريطة أن تتم وفق اتفاق قانوني ملزم. يا جماعة إن شاء الله تكون وقعت لكم المسألة عشان ما تكون إنشا ساي. ليه السودان بيطالب باتفاق قانوني؟ عشان الكلام اللي شرحته لكم ميسون، وعشان الكلام اللي شرحه لكم واعي من نواحي فنيه بحته. لذلك السودان بيأمن انه سد النهضه له فوائد على السودان، يعمل على انتظام الجريان، نعم بعد التشغيل بعد الملء سوف تكون هنالك فوائد في التوليد الكهربائي، سوف تكون هنالك فوائد في تقليل الفيضانات، سوف تكون هنالك فوائد في تقليل الاطماء، لكن شرطا يكون في اتفاق يا جماعه. الاتفاق ده معناه شنو؟ معناته انت بتقدر تشغل سد الروسيرس. اذا ما في اتفاق ما بتعرف تشغل سد الروسيرس. حيملوا 13.5 ولا حيملوا 4؟ انا اخزن كثير ولا اخزن شويه؟ اذا ما في اتفاق سد النهضه ده نفسه بيكون مهدد لنصف تعداد سكان السودان، اللي هم ديل الناس اللي بيسكنوا على النيل الازرق والنيل الرئيسي. الناس بيقولوا لنا يا جماعه انتوا زمان كنتوا مؤيدين لسد النهضه، ليه قلبتوا بقيتوا ضد سد النهضه؟ ما غيرنا مواقفنا، نحن مع سد النهضه لكن باتفاق. اذا ما كان في اتفاق حقيقي سد النهضه بيهدد نصف تعداد سكان السودان.